بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المادة ديت والدة بقالها يومين، لما عملنا بلبشن باليد الخارجية كده هتحس ان فيه هو الراجل طبعا صاحبها قال ان نزلت معزين ويا دكتور بطنها لسه فيها حاجة. تعمل اكسترنال بلبشن كده تحس ان فعلا فيها حاجة معظمة تحت ايدك. لما عملنا حتى بالسونار، السونار مش مبين حاجه، يعني مش مبين عظم فيتس، مش مبين حاجه، بس انت هتحس ان في فيتس. احنا شكينا ان الفيتس يكون مات والميه نشفت حواليه، فمش باين اي علامات يعني. طبعا كانت المفاجاه الكبيره جدا لما انا فتحت، انا كنت الصراحه واخد قرار اني بعمل لها سيزيريان، يعني بفتح اشوف اليوترس لسه في حاجه ولا ما فيهوش وانزل اللي فيه. المفاجاه لما فتحت البطن، يا دوبك لسه بحاور ازق الرومن اللي قدام، حسيت بكتله في الرومن لم اشعر بها قبل كده في حياتي، يعني لدرجة ان شوف انا بشدها ازاي، حاجة صعبة جدا وانت بتشدها، حاجة منظر غريب قوي. ده بلعتها ازاي واتكونت ازاي والكومبليكيشن او التركيبة دي حصلت ازاي؟ بص قدامك، يمكن الصورة معلش مش واضحة شوية، بس حاجة صعبة جدا. يعني انا يمكن قعدت يمكن 5 6 دقايق احاول اطلعها قبل ما اصور الفيديو كمان، فالله المستعان. دي كانت يعني حاجة كده سبحان الله. تاخد بالك يمكن الكرش او الرومن اللي هو نفسه هو اللي يكون فيه المشكلة مش اليوترس. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.